في اخر تصريحات نبيل معلول تهجم على الصحفيين في بنزرت، قال سون دي بسودو كورسبوندون، كان تعطينا يعني رايك وتعليق عليه. والله هو لنا في بنزرت كي ربح وصارت الشوشره، قال الجمهور سابي، قال خانته ذريعها قالت مسحوره. اول البارح رجع عليه المثل، خانته ذريعها قال مسحور، قال اول البارح سبب الهزيمه نتاعو لبس الدو كورسبوندون تاع بنزرت اللي هولوا المشاكل. نحب نقولوا المعلول معناها هو الجست اللي عملها واضحه وصريحه، تصور احنا كهيئه اعلام موجودين، التلفزه الوطنيه عندها تصور، ما نعرفش بيه نهار معناها ضد اللعبه، يقول جمهور سيابي هو اللي خانته ذريعها قال مسحوره، والبارحه وكذا الروح خانته ذريعها قال مسحور، معناها كانت لعب الماتش وتلعب معناها بجوارات وتلعب بكيب وخير مش لعب جمهور سيابي وتلعب الكورسبوندون بنظام طب بنزرتو كذا. اش حاب نقول له؟ والله احنا البارح تفاجئنا مع طب التصريح نتاع الحاج نبيل معلول، اللي فاجئنا هو اصراره على الخطا وتمديه يعني في مغالطه الراي العام. وثالثا يعني مدرب يعني في حجم اسم نبيل معلول لاعب دولي سابق ومدرب الترجي الرياضي التونسي يجي معناتها يطيح في فخ الثلب والقدح والتشهير، ثلاثة معناتها أشياء قام بها نبيل معلول تستوجب يعني مقاضاته. احنا اليوم قررنا باش نقدموا به قضية، قضية في الثلب. هو قال بسدو جورناليست، يعني خلي نفسره أشباه يعني صحفيين وأشباه مراسلين، احنا ماناش أشباه، احنا فعلا يعني إعلاميين نقوموا بالرسالة نتاعنا ونصيدوا أخطاء أمثال نبيل معلول وغيره اللي أخطأ وغلط واتهم وأصر على الخطأ. أربع حاجات هذوما، ما تشرفش مدرب تونسي، ما تشرفش الرياضة التونسية، هذم هما الناس اللي تعكر الأجواء، هذم هما الناس اللي توتر الأجواء، هذم هما الأجواء الناس اللي تتسبب في العنف وتسبب في حاجات. احنا مش باش نطيحوا في شيء هذايا، فما بلاد فيها قانون، تونس اليوم بعد الثورة فيها قانون وفيها مؤسسات. وحتى واحد ما عنده حصانة، مهما كان اسمه ومهما كان الفريق اللي يدرب فيه، نبيل معلول سنقاضيه. ومالاش باش نفلتوه. هو لما حال علي ما تستحقش تعليق يعني، لانه ان لم تستحي فافعل ما شئت، هو حر يعني ما يحشمش، هو حر انه ما يحشمش ولا حاجه. تبقى بما انه هو مس مصداقيه المراسلين نتاع بنزرت، لازم انه لازمنا ندخلوا ونوضحوا برشا نقاط. اول حاجه نقول لي انا في شخصي انا كمراسل جهوي في بنزرت فخور جدا اني كنت واحد من بين اسباب الفشل نتاعك، والفشل نتاعك ماهوش جديد يا سي نبيل معلول، نعرفوا انه دائما ما تحبش الفشل اللي هو على غالب قاعد يلازم فيك في برشا مناسبات، وديما تلقي المسؤوليه على عاتق عباد اخرين. اوبا كانغنام ستار، كانغنام ستار속해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 그녀보다 사슴 حسين شنو حوالك؟ والله الحمد لله ياك تشوف لاباس. مباراة صعيبة اليوم نادي بنزرتي مع فريق جرزير، كيف نتكلم على المباراة؟ والله ماتش صعيب اليوم على خاطر كما عرفت نعرف الناس الكل اللي ورانا الكل نربحوا الكلوب والمرسى، يعني ماتش صعيب اليوم يلزمنا نربحوا باش تقعد نقعدوا في الكلاسمون، يعني يلزمنا ما نبعدوش. كنت تحكينا شوية على إصابة سؤال برادي، عنده مدة يترينا مع الفريق، اليوم رينيها على البنك، تعطينا فكرة على الإصابة نتاعو. هي إصابة قديمة رجعت له مرة أخرى الإصابة نتاعو أثناء التمرين، دونك خذيت الوقت اللي لازمها، إصابة عضلية تصير معناها لكل ملاعب سورتو دا نيفو دا هو نيفو، يلزم الوقت الكافي باش يرجع. هيأناه عمل هو زاد عاون عقاب مجهود كبير ياسر سهيل، واليوم إن شاء الله تشوفوه في المقابلة معناها بوجه جديد. سهيل برادي ماش مضروب في سابي، عاون الأولاد عاون صحابه. بالنسبة لفاروق ويوسف وعبد الملك زياي وفخري لاباس أمور واضحة؟ بالنسبة للمجموعة الكل لاباس عليهم، كلهم لاباس عليهم، كلهم جاهزين للقيام بالمباراة نتاعهم، أمورهم طيبة، ما عندهمش حتى إصابات. كلمة على مباراة اليوم مع فريق ترجي جديد. في بلادنا مالوريزمون وي كلوب، دابيتود ديما البوبليك نتاعنا ورانا، ديما البوبليك نتاعنا يدزنا لقدام. هذه درس الأحباء، معنا باش واحد يشد روحه شوية على خاطر يتنرفز في ماتش ينجم يجني على الفريق. دونك مي الفو اوبليي سا، كي تشوف الكلاسمون توا بعد ربحت كلوب افريكا اوني كونداني باش نلعبوا بور لا فيكتوار، وان شاء الله تجي الفيكتوار. اليوم محمد علي المهذبي متغيب بارز على التشكيل السيادي. وي محمد علي المهذبي خاصه بالمردود اللي قاعد يقوم به
في البريود هذه الاخرى الكل كان معناها في اكثر المتوسط، معناها تقريبا مردوده كان متميز خلينا نقول. اليوم ما يلعبش لكن ما يعنيش انا ناقصين ملاعبي، ديما نقول ليليمون مهم لكن الجروب ليتا ديسبري دو جروب هي الاهم. دونك عندنا جروب باهي ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا في المستوى. دخول الصالح عنده الكاليتي تكنيك اللي تنجم باش تخليه يعمل الفارق، الفيفاسيتي نتاعو الكاليتي تكنيك نتاعو دو بينيتراسيون تشبه شويه للبروفي نتاع المهبي. ان شاء الله ان شاء الله يعطي الاضافه. انور مبروك مزيد اخويا. عاش خويا، ميرسي بارك الله فيك. اليوم اول مره سي بي يلعب من غير جمهوره في تيران بنزرت. والله شيء اسف صراحة، شيء اسف خاطر سيابيب في امس الحاجة باش تلقى جمهور حتى ومع كوتش حسين ولا فاروق ظهر. تبارك الله تبارك الله، نادي بنزرتي عنده خيرة الحراس. ان شاء الله اون توش لو بوا، ان شاء الله لي دو بونوم قاعدين يخدموا على روحهم ناتورالمون افيك مروان اللي عنده امكانيات كبيرة زادة يستنى في فرصة زادة. هو اليوم نادي رياضي البنزرتي ما عندوش اشكال على مستوى حراس المرمى الحاضر يزازي بلغة الكوارجي، دونك عليهم كان يواصلوا يخدموا على روحهم ما ينجم يكون كان في صالح سيابيب. Open Gangnam Style. Gangnam Style. زال التعادل السلبي يخيم على أجواء لقاء البنزرتي والترجي الجرجيسي. كرة الهدف والهدف الأول. ما زال التعادل السلبي، لكن يوسف بنجي يأتي بالجديد في 23 دقيقة. لعب البنزرتي توصل افتتاح التسجيل إثر ركنية كرة ثابتة. تعود الكرة الثانية من الحارس يوسف مبيجي في المتابعة يفتتح التسجيل في ملعب 15 اكتوبر من بنزرت. تغير النتيجة اذا لصالح الفريق المحلي. كرة نور حضرية، المتابعة الرأسية من عبد الملك زياية، ويوسف مبيجي يخوى الكرة الراجعة من الحارس خميس الثامري، ما يعطيش فرصة للدفاع والحارس، والدفاع يتفوق في الكرة الأخيرة مرة أخرى للبنزرتي. حامز المثلوثي، تحضير مبينجي يراوغ ويصوب الهدف الثاني. ممتاز الهدف للبنزرتي، ممتاز الهدف للبنزرتي في 42 دقيقة لعب. يضغط النادي البنزرتي، يوسف مبينجي يتمكن من تسجيل الهدف الشخصي الثاني في هذا الشوط الأول والثاني للبنزرتي أمام الترجي الجرجيسي. قلت بعد عملية أولى من ياسين الصالحي كانت تنذر باقتراب الهدف وكان الهدف يسخن في الكرة الأولى، لكن ضاف عليها زاد عليها مبينجي بالمراوغة. كان بإمكانه يصوب الأولى لكنه حاب يزينها أكثر. خويا محمد مبروك من زادك. الله يبارك فيك يرحم والديك. الحمد لله بعد 17 سنة رزقك ربي بوليد. الحمد لله الحمد لله، جامع الانتصار هذا اللي تو ميطاو الأول فهمت الاثنين بلاش، إن شاء الله نمركيو اثنين أخرين فهمت لله، وإن شاء الله نفرحوا زوجتي بالمولود الجديد. معناها ريان جاي معناها وجه مبروك عليك. صلي عني بي بعد قد قلت لك 17 سنه فهمت ولله. ان شاء الله مربوحه ملا. ان شاء الله بيحاول الاثنين اخرين في الميتال الثاني بيحاول. رايك في الشوط الاول؟ والله الشوط الاول بصراحه كنا اللاعب اللي لوجوا عليه عندنا برشا فهمت، وريمون ماتش شوط اول ممتاز جدا. ان شاء الله تكمل هكا، ان شاء الله تكمل هكا. شوط باهي، قدمت مردود ممتاز الجمعيه، دفاع وهجوم وسط ميدان. ان شاء الله الشوط الثاني يكملونا هكا ونربحوا بسكور كبير باش ناثروا على زاد المباراه. في الشوط الاول اللي يقيم المباراه يقول في نقدر في الشوط الثاني نزيدوا اهداف كبيره كثيره، اما ما كنتش نتوقع ان زرجيس تقدر تتفطن وتتركز فنيا مثل ما فطنوا وتركزوا. هما يقولوا تراجعنا، ما تراجعناش. الخصم اللي استعمل اكثر تركيز، اكثر هجومات، بني هجومات يعني بوزيتيف اللي خلانا احنا نتراجعوا، وكانوا يعني اخطر في الشوط الثاني بكثير على الشوط الاول. الحمد لله تو سمعنا نشوف السنه 14 ماتش عاملين ولا ليه بالك 15 ماتش. كل ماتش هاك تشوف معناها، تشوف لي زيكيب معناها وتشوف لي ريزولتا معناها. سي تا ميني شامبيونا ومالوريزمون لازم يكونوا في الثنين الاولانيين. سي با ايفيدون كي نعرفوا الثنين الاولانيين اللي معنا شكون هم وشنو امكانياتهم. اليوم كل بوان اي بريسيو، لا ميثود تهمنا برشا، الريزولتا يهمنا اونكور بلوس. وضعيه التيران كذا، لا بروميير ميتون باهيه، دوزيام ميتون تحس الاولاد تضحوا شويه.
لو مانك دو بريباراسيون اوسي معناها احنا الماتش الكوبارا معناها ما خليناش نعملوا احنا تو لو بوت سي دافوار لو ماكسيموم دو بوان مازلنا ماتش برك جيماجين كو حاسيتها ماتشويت سافا معناها بار الفو با تاع ليسبيرونس اللي هاك تشوفوا معناها الكره ما حبتش ميركاتو فماش اسامي شنو اعطينا ليست تاع الجوالات اللي باش تمشي وليست الجوالات تجي للسيابي اللي باش يمشي وكان بن عمر باش يمشي هذاك قلنا في قائمه الرحيل معناها دايور راك تشوف معناها مش موجود هي. مش موجود اللي باش يجي اون كونتاكت معناها من غير ما نقولوا معناها فما غير ما سميه وان شاء الله ما عندناش راه اون بونس با في ليكيب راه ما نسميش ما الحكايه مش شهوه الماركاتو نجيبوا برشا جواريت هاك تشوف معناها احنا اليوم قوه سي بي انه فما ان جروب هوموجين يخدم مع بعضه عنده عميل ماذا بينا حاج مبروك يلغوا له الصفقه ويقعد خدم ما نحبوش نجيبوا له حاجه اخر هو ما حب يجدد ما هو ما حبش انا قاعدين راني سيد لو كونفانكر باش نفهموا معاه وضعيه سناني برشا كلام جماعه هذايا بعد القرعه مع الاتحاد الليبي ماهوش يلعب يقول لك شنو سنيني جاي معناها جبناها انا شهر ونص صح انا معها كونترا وباش يلعب ما باش يلعب معنا بعد معناها ما رجع الاتحاد الليبي يلعب وعندنا ماتش قلت لحد ليبي جاي قال له عاش حاب نلعب انا نحب نلعب الاتحاد وما نجمش نلعب قطر الاتحاد الى اخره فهمت ولا احنا بيان سور معناها اللاعب ماشي تفدليك جاي وحاب يمشي معناها هذا معناها عنده عقد مع نادي بنزرتي اذا معناها عبد ساعه احنا اون بارتي برانسيب العبد اللي يحبش يلعب معنا ما نجيبش عبد تلعب قلب مي لازم سيدي نادي بنزرتي ياخذ حقه حتى لو كان يلعب دقيقه في السيابي لازم السيابي ياخذ حقه اش فما جديد في السيابي بالنسبه للريكروتمون والماركات والله يا ريكروتمون ميركاتو فهم برشا اسماء قاعدين تشاوروا الناس الكل ما نرجعوا نعطيك حتى شيء دوفيسيل بوغ لو مومون معناتها مازلنا فما لوجو على اتاكون لوجو على كلكو جوار اخرين مي غيان دوفيسيل بوغ لو مومون معناتها ما نجموش خرجوا سامي الا ان شاء الله ما يبداو ديفينيتيف مي موجود انهم قاعدين يتشاوروا ونلوجوا بالنسبه للحاج مبروك فما امكانيه باش يجدد العقد نتاعو ولا لا؟ والله عارضين عليه باش يجدد ويلزموا ياخذ قراره في اقرب وقت توا مازال عندنا ماتش قبل تريب مي جيماجين بعد لازم يكون ياخذ قرار وكان يحب يقعد في جمعيته بيبان محلوله ومرحبا به كان عنده تفكير اخر احنا بدنا لازمنا نخمو في مستقبل الجمعيه ونخمو في حل اخر زاد vous êtes le manager général de l'équipe Angers en France exactement on est venu avec le président pour effectivement regarder un petit peu ce qui se passait dans le championnat tunisien qu'on connaissait surtout de France, mais le fait de se déplacer, forcément, ça nous permet d'avoir une autre appréciation. Et bon, on est venu apprécier. J'ai suivi surtout les résultats de l'équipe l'année dernière. Voilà, et donc c'est difficile pour moi de vous dire un petit peu mes sources aujourd'hui. J'imagine que les images vont être retranscrites et j'ai pas forcément envie qu'on sache qui je suis venu voir. Mais bon, en tout cas, j'ai vu une victoire, des joueurs intéressants et. L'idée, c'est de se rapprocher encore plus du peuple tunisien. Et... On revient sur les actions du premier but. Le premier but, c'était un corner. J'ai suivi l'action, Ziaya a mis la tête. Je vois le gardien, il n'a pas pris le ballon. Et puis j'ai suivi l'action, j'ai marqué. Et pour le deuxième but ? Deuxième but, on a bien travaillé. On a fait un excellent jeu collectif sur le côté. Hamza a fait un bon centre-place. Et puis j'ai réussi à avoir la balle et puis j'ai éliminé le défenseur et j'ai frappé. On peut parler de Youssoufa le buteur. Ouais, c'est pour toute l'équipe parce que toute l'équipe on a joué collectivement. C'était pas facile avec le terrain mais. C'est pas le rendement de CAB a baissé le deuxième temps. Ouais parce que Zardis ils avaient le vent avec eux et puis le terrain était pas bon, les appuis étaient lourds et tout. صار مكان السير لعبنا مانتا بريمير ميتون بري مانتا في المانيير تري بون والحمد لله هذيك هي معناتها يلزمك نلعب مانيش نلعب وحدنا في التيران يلزمك تكون قوي معناتها حتى في لي مومون فيبل انتصار 3 بوان باهيين الحمد لله كا رينا اليوم بريزيدون تاع اونجي مانيتير تاع اونجي جاو يتفرجوا فيك فيرو ممكن ما عندك حد فكره ولا سكوت هذاك ما فماش مشكل في حراسه المرمى حسين شد ولا فاروق اكريتو معناتها حسين ولات كونكورونس كبيره حسين بجاوي معناتها خبره ومعروف وغني عن التعريف عاوننا قبل عاوني انا معناتها باش طلعت معناتها لعبت ومازال يعاون حتى 4 سنين اخرين حسين والله الحمد لله واحد قاعد يخدم على روحه ويستنى في فرصته عنده برشا الحمد لله اليوم كنا كل جماعه كامله يوسف حضري كل حاضرين
حاولنا باش نمركيهم الاول، مركينا الاول زدنا الثاني، تهنينا شويه على المقابله وتزيميتون بطنا كلي مرتاحين نفسانين، وهذاك اللي قلقنا في الاخر شويه. صحيح ظلي 3 بوان في حاجه ليهم، الحمد لله ربي يعني فرحنا رواحنا وفرحنا جمهور السي بي، وقعدنا يعني قعدنا في الكورس، قعدنا في كورسه ان شاء الله ربي معانا، ان شاء الله نكملوا هكايا. عندنا ماتش اخر جمعه جاي تري امبورتون في بنزرت، ان شاء الله نكملوا معناتها نكملوا قبل التريف بانتصار ان شاء الله. اري جوش ولا ستوبر ما عندكش مشكل فخري؟ ما عنديش مشكله، ما يعني نرتاح يعني ستوبر خير، اما يعني للضروره معناتها وقت اللي جمعيتي تستحقني ولا ريال جوش ولا في امبورت كير بوست نلعب يعني. نجم نقول اون فاس وهيب رينيع موجود مع نادي بنزرت؟ والله الحمد لله موجود عنده 4 شهور الله غالب، معناتها مش كيما قالوا برشا عباد جاي من بولونيا مضروب، سهيل تضرب في الماتش اميكال تاع قسنطينه افيك ان بو دو موتيفاسيون وبرشا امبيسيون مليانه، حبيت نرجع نخلط على الماتشات الاخرين تاع الشامبيونان يا اخي، عاود تحيرت ديشيرير مسكولير، دونك ماهيش ديشيرير قديمه زاده يعني ديشيرير جديده صارت لي في فخذي عمري ما صارت لي قبل، عاود تحيرت كيما خذتش وقتها سي بيان نورمال، المره الثانيه باش ترتاح اكثر راحه مطوله شويه، الحمد لله جي بيان ريكوبيري ان شاء الله. رجعت اليوم مع اصحابي، عاونت صحابي باللي نجم، ان شاء الله ماتشات جايين على التيران نزيد نعاونهم خير كا، وناقص كومبيتيسيون بشوي بشوي، الحمد لله جاينا تريف طويل، ان شاء الله نربحوا الماتش الجاي بعد نخدموا على راحتنا ان شاء الله في الفاز ريتور ترا وسهيل كيما ريتو قبل وخير ان شاء الله. 3 بوان قبل هذا خاطر لازمنا نربحوا، ويسكو كلوب ربحت لازمنا نحن نقعدوا رابحين باش نقعدوا في الكورس. اليوم رينيك في وسط الميدان مع حسام الزديري، الاسبوع الفارط مع كمال زعيم، يعني ما فماش تقلق كي الدور الافكتيف حرام؟ لا ما فماش تقلق، معناتها كيف انا وزديري كيما كمال وزديري كي الناس الكل، معناتها سلامه وزديري كي الناس الكل، معناتها الحاضر يلعب كما في المدرب. زياد ديما موجود في الباسكيت، اليوم موجود في الفوت، كيفاش ريت الفوت اليوم؟ ان شاء الله ان دخلنا شويه في الفوت وربي معنا ان شاء الله نلقاو ليكيليبر اكثر، معناتها كل ما نتقدموا في الوقت ان شاء الله تلقى ليكيب ايكيليبر بستاف تكنيك وبجوهرات وكل، وان شاء الله لاباس ان شاء الله القدام خير ان شاء الله بالميركاتو على ذكر الميركاتو فماش اسامي للسيت اوف سيال ان شاء الله مازال شوي ان شاء الله. سمعنا زوز توانسه واحد اترونجي ان شاء الله، ان شاء الله فما وان شاء الله في مومون امبورتون ان شاء الله نعطيكم الاخبار.